في بغداد ومن على سطح بناية قديمة فيها تجمع أطفال أيتام من أبناء الحشد الشعبي وأبناء النازحين والفقراء الذين جلسوا على حصيرة رقيقة وسقفهم سماء عارية. تجمعوا بفصل دراسي مجاني شكله الحداد قصي كامل من أمام مبنى شقته المتواضعة ليعطي دروسا مجانية لأولئك الذين لا يقدرون على دفع رسوم الأساتذة الخصوصيين. يعني هي بالبداية بديناها بالأيتام والفقراء والنازحين وأبناء الحشد الشعبي الشهداء، فبعدين لا تطورت الفكرة، جاءوا ناس حتى مو مكملين، أكو ناس حتى وضعياتهم الاجتماعية قد تسمح لهم، ولكن ضفناهم وقلنا ماكو، احنا ما طول عمل انساني خليه يتوسع ويا ريت. المشكلات اللي تواجهنا قلت لك هي مشكله المكان، مشكله درجات الحراره فقط، ولو مستقبلا يعني او توفرت لي الفرصه او توفر لي فد مكان اوسع من هذا المكان يمكن اسوي صف دراسي مستمر. الفكره جاءت يقول قصي عندما سئل من قبل جيرانه لمساعده يتيم باعطائه دروسا للتقويه بمادتي الرياضيات والانجليزي ولتنتهي بالمزيد والمزيد من التلاميذ المحتاجين والايتام ليزداد عدد طلابه الذين يطالبون المساعده منه بالرغم من عدم وجود الامكانات لبناء صف ياويهم من لهب صيف العراق وبرده في الشتاء. طالب جيراننا يعني وضعيته الماديه ما تسمح له ان يخلي مدرس خصوصي، وبعدين هو ما غير قادر على اجتياز امتحانات الدور الاول، فبديت اساعده، فقلت له اذا اكو، قال اكو واحد هم اقربائي هم نفس وضعيته، فقلت له عادي ما خليه يجي. بدات الفكره بيتيم واحد، بعدين اليتيم صاروا ايتام اثنين، وبعدين شفت الفكره حلوه يا ريت تتوسع، وسوينا بوستر معين ولزقته على افران الصمون وحلاقه وعلى مكتبات، فتوسعت الفكره وقاموا يجون الناس عن طالب الطالب عن طالب الطالب. هاي طلبة المنطقة ما أن سمعوا بوجود أستاذ متطوع في تلك البناية حتى جاءوا لذاك الصف المتواضع بإمكاناته والأغنى بعطائه. يعني رسبت أنا بالرياضيات، وبابا طلع يعني بالسوق وشاف يعني داق اسمه وحاط رقمه، بابا دق عليه واجا، يعني صار لي انا ثلاث اشهر هنا، انا صرت احسن يعني تعلمت احسن مثل ما كنت قبل. يعني مساعدة الناس وعمل الخير هي جل رغباته التي وان كبرت ستكون اقصاها بناء سقف يقي ابنائه الطلبة. لقناة الحرة محمد صاحب الوائلي.